القرآن من أكبر نعم الله علينا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بين أيدينا ميسر لنا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كانوا في الأول ونحن أدركنا هذا الزمان ذاك الزمان كان المصحف لا يوجد إلا نادرا بأيدي بعض الناس، ويستعير بعضهم من بعض، يستعيره بعضهم من بعض. والآن والحمد لله امتلأت الرفوف وامتلأت المساجد والمكتبات والمكاتب، ولا مكان إلا وفيه مصحفنا وأكثر، وهذا حجة علينا يوم القيامة. فعلينا أن نحترم هذا القرآن وأن نعمل به وأن نحبه وأن نتلوه حق تلاوته وأن نتعلمه ونعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه،